أولا مساء الخير عليكم جميعا. ثانيا عايز أقول ألف مليون مبروك لعرسنا النهاردة، مبروك ألف مبروك وربنا يتمم بخير، وإن شاء الله حياة سعيدة وأصنع ساعة كبيرة جدا 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 لكل أجمل حاجة. يعني طبعا حميد أخويا وحبيبي وعشرة عمري، فدي بنتي بتعتبر، فأنا النهاردة جاي أغني ليه لبنتي. بس حميد بيقول لي انا مش عايز اطلع، مش عارف ايه، انا مش عارف ما فيهاش، مش هخليه يطلع بس يجي يقف جنبنا تسندوه. يلا يا حميد، يلا يا حميد، عشان بس ناخد اللقطه كده وبعد كده حميد. حميد يا فين؟ كل مره بيعمل كده، كل مره. طيب يلا بينا، عبالها ما نغني يا فين؟ طيب هو وصل على ايه؟ وانا البدله والباترون ومفيش هزار، مفيش هزار. تعالى تعالى ايوه كده، اه نتصور مره بالبدل انا وانت، والله اول مره نشوف حميد من بدل نفسي. من التمانينات؟ لا لا ده شكلها شيك جدا، والله شيك جدا. طيب خلينا مفيش اي حاجه، بس صوره صورها لسه، يلا ممكن نقرب شويه، يلا يلا الفرقه تشتغل ممكن.